السلام عليكم ورحمة الله، معكم أستاذ عبد الرحيم حطاب، أستاذ إنجليزي. افتحوا معي الدوسية على صفحة 17، راح نأخذ القطعة اللي هي صفحة 17 و18، القطعة الثانية من الوحدة الثانية اللي بتحكي عن Are happier people healthier and if so why؟ هل السعداء أصحاء؟ وإذا نعم لماذا؟ يلا نشوف. من بدايتها بحكي لك It's normal to feel a bit blue from time to time. من الطبيعي أن تشعر بالحزن من حين لآخر. أوكي؟ طبعا هذا الضمير إت اللي علمتكم عليه اللي بيجي بعده حكي to للآخر لعند time. To feel a bit blue from time to time. However, لكن طبعا شوف نقطة أنهى بيعطي معلومة جديدة لأنه الحزن شعور طبيعي. ما بيقدر يربط الأبحاث بالحزن، ما في إنسان بالعالم ما بصيبه موقف بيحزنه، فأنهى هون. However, studies show that negative emotions can harm the body. الدراسات تشير إلى أن العواطف السلبية تضر بالجسد. حط خطين تحت negative emotions، هسا راح نحكي عنهم. Anger, الغضب, can also have harmful effects on health. الغضب أيضا له آثار ضارة بالصحة. أيضا فمين أولا؟ فالحزن. بس الحزن لأنه شعور طبيعي فشق عنه ما بقدر يحكي. أما الغضب لا بده يحكي عنه كثير لأنه حضرتك بتقدر تمسك حالك وما تغضب. تمام؟ فأنجر can also have harmful effects on health. الغضب له آثار ضارة بالصحة. When you see red عندما تغضب. طيب احنا درسنا مصطلحات الألوان تمام؟ وحكينا انه هون في عواطف سلبية، فشو السؤال بكم؟ حط خط تحت negative emotions تحت العواطف السلبية واكتب عندها إذا سألك أعطيني examples أمثلة على emotions على عواطف، طبعا ما في غيرهم وممكن يغير السؤال أعطيني examples أمثلة على color idioms على مصطلحات ألوان بتحكي عن emotions عن عواطف ما في غير هذول الاثنين بتحط خط تحت to feel a bit blue هاي رقم واحد تمام و see red هاي رقم اثنين اوكي إذن إذا سألك شو هم الإيموشنز شو هم الكالر إيديمز اللي بيحكوا عن الإيموشنز العواطف هاي واحد to feel a bit blue هاي اثنين see red طالب بقول لي anger بحكي لك مزبوط بس ما هو اعرف see red و feel a bit blue أحسن لك لأنه ممكن إذا سألك emotions بتجاوبهم وإذا غير السؤال لكلر idioms بتجاوبهم بس إذا سألك أعطيني كلر idiom وحطيت anger بتأخذ zero تمام؟ هاي اللي هو بكون جواب على سؤال واحد لما نيجي للأسئلة طيب شو ممكن كمان يحكي لك؟ quote اقتبس أو اكتب sentence جملة طبعا بتدل على أو بتعبر على كلر idiom على مصطلح ألوان بيعبر عن sadness حزن إذا اقتبس الجملة اللي بتحكي عن مصطلح ألوان بيعبر عن sadness عن حزن بكون الجواب It's normal to feel a bit blue from time to time تمام؟ إذا بتحط خط تحت هاي وإذا سؤالها كان اكتب فوق color idiom وبين قوسين sadness إذا سألك عن الكالر idiom اللي بيعبر عن sadness الجملة طبعا تعطيها أوكي؟ طيب كوت اقتبس جملة بتحكي عن color idiom بعبر عن anger غضب اقتبس جملة فلما بدي اقتبس جملة هيها when you see red انتهى when you see red اذا شوف شو الثلاث معلومات اللي مروا معك هون اذا سألك شو هم الاموشنز العواطف واذا سألك اعطيني examples على color idioms تعطيه to feel a bit blue لانه بده color idioms بس ما بده الجمل و see red طيب جملة feel a bit blue الحزن إذا سألك اقتبس جملة بتحكي عن sadness color idiom بعبر عن sadness تعطيها لعند time color idiom بعبر عن anger غضب تعطيه when you see red أوكي إذا هذول هم الثلاث معلومات طيب خلينا نشوف شو ضل when you see red عندما تغضب يلا بلش المعلومة من عند يور افتح قوس your blood pressure is raised ضغط الدم بيرتفع عندك And you can suffer from headaches. تعاني من صداع. Sleep problems. مشاكل في النوم.
and digestive problems ومشاكل في الهضم. سكر هون عندي problems. هذول النقاط اللي أنا عددتهم اللي بقول لك عندما تغضب شو بصير لك، إيش هذول؟ حط عليهم إنه ممكن السؤال عندهم يكون effects of anger، آثار الغضب، أو effects of seeing red، آثار الغضب كمان. فإذا سألك شو هم آثار الغضب اللي هو سؤال ثلاث عندك بالدوسية، بتجاوبه من هون your blood pressure is raised، ضغط دمك بيرتفع إلى آخر، إلى عند مشاكل بالهضم digestive problems. أوكي تمام. however لكن what about positive feelings and attitudes، ماذا عن المشاعر الإيجابية والمواقف؟ شوف القطعة فيها شوية فلسفة، عشان هيك إذا ما تبعت لها كلمة كلمة مرات تحس حالك ما فهمتها، بس هي سهلة. حكى لحد الآن عن العواطف السلبية، وحكى عن مصطلحات الألوان، إشي بعبر عن sadness حزن، إشي عن anger غضب، بعدين حكى عن effects of anger عن آثار الغضب على الصحة، بعدين هم شو بقول لك ماذا عن المشاعر الإيجابية والمواقف الإيجابية. بتعرف شو قصده؟ قصده إنه بغلط بهذا الحكي، بقول لك عندما تغضب ضغط الدم يرتفع وتعاني من صداع ومشاكل في النوم ومشاكل في الهضم. فبقول لك هون شو بالنسبة للي مواقفهم بالحياة إيجابية وعندهم مشاعر إيجابية وما بغضبوا، هدوءهم قاتل من كثر ما هم هاديين وبنصابوا بهاي المشاكل، هيك قصده. فطلع شو الجواب. Until recently، من أولها افتح قوس من عند until، حتى الآن scientists had not investigated whether there is a link between positive feelings and good health. سكر هون. العلماء لم يتحققوا إذا يوجد رابط بين المشاعر الإيجابية والصحة الجيدة. إذا العلماء نفسهم مش متأكدين من هذا الجواب، إنه هل اللي صحته منيحة ما بغضب، وهل اللي بغضب لازم ينصاب بهذول؟ في ناس هادين بنصابوا بهاي الأعراض. فإذا حتى الآن العلماء لم يتحققوا. شو ممكن يجيك سؤال على المعلومة هاي اللي حطيتها بين قوسين بتكون هي الجواب؟ هاي السؤال هون بيجيك، حط خط عليها واكتب المعلومة تاعتك هاي، إنه scientists not sure، إنه العلماء not sure، غير متأكدين، not proved، لم يثبتوا، لسه غير متأكدين إنه يوجد link أو connection، يوجد رابط أو صلة بين المشاعر الإيجابية والصحة الجيدة. فبكون هو طبعا جواب سؤال اثنين، فبكون عندك الجواب هذا اللي بين قوسين. طبعا انتبه انت عشان الفيديو ما يطول ونعرف ننزل لك اياه، ما بقدر اظني دائما مثبت الورقة هيك، فوقف الفيديو وانقل دائما. تمام اوكي، وهذا بكون جواب سؤال اثنين. اذا خلصت الفقرة الاولى، وانت عارف فيها انه في اثنين من العواطف او مصطلحات الالوان، وعارف انه كل مصطلح الوان اذا اجى عليه جملة اقتبس بتعطيني الجملة تاعته. بعدين في عندك اثار الغضب anger او seeing red، بعدين في عندك انه العلماء لحد الان مش متأكدين وما اثبتوا انه في لينك رابط او كونكشن بين الصحة المشاعر الايجابية والصحة الجيدة. طيب شو ظل؟ قالوا هي مطولة، نظلنا بدون أجوبة ومش عارفين راسنا من جرينا، خلينا نعمل دراسة. فطلع شو سووا. Then in a study that had followed more than 6,000 men and women aged 25 to 74 for 20 years, researchers found that positivity reduced the risk of heart disease. في دراسة تتبعت أكثر من 6,000 رجل وامرأة. دائما لما بدك تعمل دراسة بدك تجيب عينة، عينة مش يعني تجيب كل العالم عشان تعمل بحثك، بتجيب عينة ناس منوعين، أعمار منوعة، طالب صغير، ختيار، واحد متقاعد، واحد لسه على رأس عمله، واحد مبسوط بالحياة، واحد مش مبسوط. جابوا 6,000 رجل وامرأة عمرهم بين 25 لأربعة وسبعين، مدة الدراسة 20 عام. طيب قبل ما أجي للفايندينجز للنتائج، هون شو ممكن يجيك سؤال؟ ممكن يجيك سؤال اقتبس الجملة اللي بتحكي عن، حط خط تحت. In a study that had followed more than 6,000 men and women، في دراسة تتبعت أكثر من 6,000 رجل وامرأة، ممكن يجيب لك اقتبس الجملة اللي بتحكي عن number of people، عدد الناس اللي عملوا عليهم الستدي الدراسة، عدد الناس هيهم بين معك 6,000. أجتك دائرة بتحط دائرة عليها، أجتك كتاب بتكتبها. تمام. طيب شو ممكن كمان؟ aged 25 to 74
معدل اعمارهم كان من 25 ل 74. اي سؤال بيسالك عن الايج عن العمر هيو من 25 ل 74، طبعا في الدراسه في الاستدي. طيب فور 20 ييرز لمده 20 عام، اي سؤال عن البيريد الفتره الزمنيه، لينث اوف تايم طول الفتره الزمنيه، ديوريشن الفتره الزمنيه، هذول الثلاث كلمات متعارف عليهم بالوزاره لما بده يسالك عن فتره زمنيه، فمدتها 20 عام الدراسه. وهذا بيكون جواب على سؤال خمسة. سؤال 5A عن number of people عدد الناس، سؤال 5B age to 25 to 74 بس، هذا سؤال 5B لو عمر الناس، for 20 years بس، تحط تحت خط هذا السؤال 5C اللي هي الفترة الزمنية. اوكي طيب نشوف مع بعض. Researchers found that positivity reduced the risk of heart disease. باحثون وجدوا أن الإيجابية قللت من خطر أمراض القلب. يعني 20 عام وهم بيدرسوا بهالناس، جابوا هالناس وسجلوا أسماءهم وكتبوا عنهم حياتهم وسيرتهم، وسيرتهم المرضية وعلاقاتهم الاجتماعية والدراسية وطبيعة حياتهم ونمط حياتهم وشغلهم رحلتهم، بحب الرحل بحب الانعزال، أخذوا معلومات لموا عنهم ملفات سكروها وقالوا لهم الله يسهل طريقكم بعد 20 عام بنرجع لكم. لما قال لك من 25 ل 74 هم اصلا هيك بعد ما رجعوا لهم بعد 20 عام، تمام؟ وجدوا انه الايجابيه قللت من خطر امراض القلب. والله الله يخلف عليكم على هالنتيجه، تعال نشوف. Other factors، أذر على بعدها على factors. Other factors influencing health، هون ممكن يجي عندك سؤال مباشر. حط خط تحت factors influencing health، العوامل التي تؤثر على الصحة. أي سؤال بجيب لك على العوامل التي تؤثر على الصحة وهو أصلاً سؤال أربعة Factors influencing health، عوامل تؤثر على الصحة، من بعدها مباشرة من عند included لعند life. تعال نشوف. Included من ضمنها A supportive network of family and friends، تواصل كبير بين العائلة والأصدقاء. And an optimistic outlook on life، سكر القوس هون. إذا تواصل كبير بين العائلة والأصدقاء ونظرة متفائلة للحياة. قال لك اللي كانت صحتهم منيحة هو اللي كان عندهم تواصل كبير بين العائلة والأصدقاء، واللي كانت نظرتهم للحياة دائما متفائلة. طيب شرط هذا الحكي؟ خلينا نشوف. وهذا بيكون جواب على السؤال أربعة. طيب The research showed that البحث بين انه children who على children who were more able to stay focused on a task، الاطفال الذين كانوا اكثر قدره على التركيز على مهمه ما، and who had a more positive attitude to life at age 7، والذين كان لديهم موقف ايجابي في الحياه بعمر السابعه، who على children، وهو الثاني احنا قلنا الدبليو اتش على اللي قبله، والله اللي قبله اند، يعني على اند ما هي اداه عطف على نفس الشخص اللي بيحكي عنه، فهو وهو بتحكي عن children. اوكي بالله حط لي هاي المعلومه بين قوسين اللي هي من عند children لعند at age 7 لعمر السابعه، شو السؤال بده يجيك عليها؟ هيو were usually in better health 30 years later، كانوا بصحه افضل بعد 30 سنه. حط خط تحتها كانوا بصحة أفضل بعد 30 سنة، ممكن يجيك عليها سؤال لو سؤال 6 عندي. أوكي اللي حاطط لك شو من two groups، مجموعتين أو types، نوعين students الأطفال، أوكي أو children، لأنه بالعمر هذا بيكون students، تمام؟ وإذا بسألك إياها حرفيا بسألك إياها حرفيا إنها children. نوعين الأطفال اللي مالهم اللي كانوا were better، كانوا بصحة أفضل بعد 30 سنة، لو هيو تكملت السؤال أصلا كاتبه حرفي من الدوسية من القطعة، مش كل إشي بالوزارة ببدله، كثير بكتب حرفي، بس الطالب بشوف هاي المعلومة بروح بكمل بعدها بشبك له هاي فوق، لا كانوا بصحة أفضل هم children اللي كانوا قادرين على التركيز على مهمة ما، واللي كان لديهم موقف إيجابي بعمر السابعة. بتعرف شو يعني هذا الحكي؟ بتعرف شو قصده بكانوا أكثر قدرة على التركيز على مهمة ما وهم صغار، وكان لديهم موقف إيجابي في الحياة عند عمر السابعة؟ يعني هذا الطفل خالي من مسؤوليات الحياة، متعود يصحى الصبح يفطر
يروح على المدرسة، يدرس، يلعب مع أصحابه، يروح، بستنى الغداء، بنام، بحل واجباته، بحضر تلفزيون مع أهله، بطلع مشاوير مع أهله، مع أصحابه. حياته روتين، حياته روتين، تعويد، ما بحط بباله، حياته هيك تعود عليها وهو صغير، اللي تعود وهو صغير على نمط. ما بيقعد يقول لك ليش أنا نمط حياتي هيك، ليش ما أعمل هيك وأعمل هيك. فهذول هم اللي أثبتوا أنه لما يكبروا صحتهم بالحياة أفضل. طب شرط هذا الحكي؟ هذا طبعا جواب من عند children لعند age 7، جواب سؤال 6. أوكي، في ناس أجوا عليهم وقالوا لهم بعد كل اللي عملتوه أنتوا بعشرين سنة دراسة هذا اللي طلع معكم بس؟ طب ما في أطفال من صغر مش متعودين على نمط الحياة الروتيني والصحيح والسليم، وصحتهم بعد 70 سنة أحسن من ناس حياتهم كلها متعودين فيها على السرور وعلى الانبساط. طب شرط هذا الحكي؟ يلا نشوف مع بعض. The study has been controversial. الدراسة كانت جدلية. حط لي خط تحت controversial. تمام؟ واكتب عندك. The study controversial. نفسها disputed. disputed راح تطلع لك مطلوبة معك بأحد القطع. فيعرفها من هسه. انه فيها خلاف يعني. نفسها فيها disagreement، عدم اتفاق. نفسها argumentative من argument. كان فيها جدال، كان فيها عدم اتفاق. argumentative فيها اختلاف وجهات نظر. اذا اي سؤال بسألك اياه انه دراسة كانت جدلية، كيف كان فيها عدم اتفاق، كان فيها اختلاف وجهات نظر، اللي هو راح يكون جواب سؤال 8 اللي هي بتبلش من بعدها فورا من عند سام. يلا نشوف. الدراسة كانت جدلية. كيف جدلية؟ أجوا ناس قالوا عن هذول إنه كلامكم مش مزبوط. يلا نشوف. Some health professionals believe that. بعض المحترفين في مجال الصحة، خبراء الصحة، يعتقدون إنه bad lifestyle choices، إنه خيارات حياتنا السيئة such as smoking or lack of exercise، مثل التدخين أو قلة التمرين، are the reason for heart disease، هي سبب أمراض القلب and other illnesses، وأمراض أخرى، and not an individual's attitude، وليس موقف فردي. سكر القوس. إذا شو الجدل في الدراسة؟ شو اللي كان فيه خلاف؟ شو اللي اختلفوا عليه؟ هيو، إنه بعض الخبراء في الصحة قالوا إنه أنماط وخيارات حياتنا السيئة مثل التدخين وقلة التمرين هي سبب أمراض القلب وأمراض أخرى وليس موقف فردي. إذا أنتوا فوق قاعدين تتطلعوا إنه كان مبسوطه صغير ولا لا؟ كان مواقفه بالحياة إيجابية ولا لا؟ كان نظرته متفائلة ولا لا؟ بيعرف عائلته وأصدقائه ولا لا؟ طب شو بالنسبة للي بدخنه؟ وشو بالنسبة للي ما بيمارسوا رياضة؟ أوكي؟ مع إنه كمان مش شرط. ممكن واحد يقول لك إنه في ناس ما بتمارس رياضة صحتها أحسن من ناس بتمارس رياضة، في ناس بتدخن صحتها أحسن من ناس ما بتدخن. عشان هيك أصلاً الخبراء لحد الآن مش واصلين لنتيجة فعليا برا القطعة هاي. الخبراء مش واصلين لجواب محدد. فإذا هذا هو بكون جواب سؤال 8 عندك، شو الجدلي من عند سم لعند اتيتيود. طيب بدي أرجع مرة ثانية عليه لأنه في كمان سؤالين جواتهم هون. بقول لك bad lifestyle choices، إذا جوا الجواب هذا ممكن يجيك سؤال، حط خط تحت bad lifestyle choices. أوكي، bad lifestyle choices اللي خيارات حياتنا السيئة، بكون جوابها البعدها اللي هو جواب سؤال 7 عندك بالدوسية. أوكي، اللي هي smoking or lack of exercise، التدخين وقلة التمرين. أوكي، طيب في سؤال أنا بدي أوفر لك إياه للاستنتاجي، أو خليني أحكي لك إياه هسه أريح لك. بحكي لك بدي أرجع نفس المعلومة مرة ثانية. خبراء الصحة بيعتقدوا أنه خيارات حياتنا السيئة مثل التدخين وقلة التمرين هي سبب أمراض القلب وأمراض أخرى وليس موقف فردي. حط لي خطين تحت not an individual's attitude، وليس موقف فردي، واكتب critical thinking استنتاجي، explain وضح. هات وضح كيف خيارات حياتنا السيئة هي سبب أمراض القلب مش موقف فردي. شو قصده بموقف فردي؟ وضح. خيارات حياتنا السيئة
بينت تقدر تجاوب من القطعة: التدخين وقلة التمرين هي سبب أمراض القلب. بقول لك وليس موقف فردي، طب وضح شو قصده بليس موقف فردي. طب ما هو يا شاطر حكينا قبل شوي إنه الدراسة كانت جدلية، فيها اختلاف وجهات نظر. طب اختلاف وجهات نظر مع مين؟ مع اللي فوق. فإذا هم بيحكوا للي فوق إنه التدخين وقلة التمرين هو سبب أمراض القلب وأمراض أخرى، وليس موقف فردي من المواقف اللي بتحكوا عنها تاعت children، الأطفال، تمام، تاعت supportive network of family and friends and an optimistic outlook on life. إذا سألك عن المواقف الفردية اللي قصدهم عنها بالقطع، وضح هنا هيها من عند included وموقف children، هذا يعتبر جواب، تمام. أوكي طيب، بعد ما خلصوا هذا الحكي شو صار معهم؟ The researchers while agreeing، الباحثون بالإجماع، raise the question، طرحوا سؤال، يعني طرحوا قضية. Why، افتح قوس من عند why، بسألك سؤال هون. Why are people making bad lifestyle decisions؟ لماذا الناس يتخذون قرارات سيئة في الحياة؟ طب إذا الناس عارفين إنه القرارات الخيارات السيئة بالحياة بتدمر صحتهم، ليش بيختاروها؟ Do more optimistic people make better and healthier lifestyle choices؟ هل الناس المتفائلين يتخذون خيارات حياة أكثر صحية وأفضل؟ تعرف ليش raise the question؟ لأنهم نفسهم أصلاً ما طلع إجابات واضحة لهذول السؤالين. طيب اعطيني سؤال بكون جوابه هذول السؤالين. شو في سؤال جوابه سؤال؟ طلع إذا سألك the researchers، الباحثين، raised أو brought up، طرحوا، لأنه raise مطلوب معناها معك إنها bring up، فraised ماضي، brought up طرحوا. Two questions، شاني two questions يعني two arguments، قضيتين للجدال. شو هم two questions، سؤالين، شو هم؟ لما هي السؤالين هذول، why are people do more للآخر، إذا من عند why للآخر، وبكون جواب سؤال 9، تمام. هيك بتكون خلصت صفحة 17. نيجي مع بعض على صفحة 18، تمام. The researchers appreciate that not everyone's personal circumstances and environment make it possible to live without worry. الباحثون قدروا المسألة بإنها إيش؟ ليس الكل عنده ظروف شخصية وبيئة تمكنه من العيش بلا قلق. إت بتعود على اللي بعدها، to live without worry. أوكي تمام. طبعا أي ضمير بفشق عنه، الضمائر السابقة سمو أذر، ما فيها ضمائر كثير القطعة، سم على بعدها على health professionals، أذر على بعدها على illnesses، وهنا أذر على factors influencing health. هاي ضمائر بتعود على بعدها. طبعا متفقين احنا من الفقرة الأولى you your على people بشكل عام. أوكي طيب، مش الكل عنده هالظروف اللي تمكنه انه يعيش بدون ما يقلق. الكل يعني في ناس بتبعد حالها عن القلق والله، بس في ناس دائما القلق راكبهم ليل نهار. طب هذول شو يسووا؟ يعني صحتهم راحت، بتطلع عليهم تلاقي صحتهم والله منيحه، خلص القلق صار جزء من حياتهم. طب ايش المختصر المفيد؟ however، مع ذلك، they believe that، يعتقدون انه، they بتعود على the researchers، الباحثين، تمام. if، يلا من عند if حدد، افتح قوس. if we teach، we بتعود على people بشكل عام. اعطيك بالاخر، طالما صار في اختلاف في وجهات النظر هون، زي كأنه بده يعطيك الحل، فراح اسألك هون، احط لك سؤال استنتاجي، فانتبه. من عند if، if we teach children to develop positive thinking، اذا علمنا الاطفال تطوير التفكير الايجابي، and to bounce back after a setback، سكر القوس من عند setback، وعلمناهم انه يرجعوا للبداية بعد احباط، these qualities will improve their overall health in the future. هذه المزايا، these على qualities، هاي المزايا او الميزات او الصفات، ستطور الصحة الاجمالية مستقبلا عند their، عند مين؟ عند children، their على children، بتعود على children، تمام. اذا السؤال بيسألك إياه هون، شو هم الكواليتيز اللي will improve children's overall health in the future؟ أوكي، children's health،
او اوفر اول هيلث، شو الميزات بدها تطور الصحه الاجماليه مستقبلا عند الاطفال. افرجيك انه استنتاجي، طالب بيقول لي بدي ارجع على الفقره اللي قبليها، واقول له انهم يبعدوا عن السموكينج التدخين وانهم يمارسوا رياضه كثير، بقول لك ماشي. طالب بيقول لي بدي ارجع على الفقره الثانيه والثالثه، واقول لهم انه والله الاطفال لازم يكون تفكيرهم ايجابي من سن السابعه، بقول لك ماشي. طالب حب يعتبر هذا الحكي كله مختصر كمان، ماشي ما في مشكله. لازم نعلم الاطفال تطوير التفكير الايجابي من صغر، وخلص اتركهم يكملوا الحياة وعودهم على التفكير الإيجابي. اثنين، باونس باك افتر اسيت باك، يرجعوا للبداية بعد إحباط. ما بتعرف شو المشكلة؟ المشكلة انه الصغير يخاف من هذا الاتجاه، وانت تمسكه وتغيره للاتجاه توديه على طريق ثاني. هذا غلط، علمه يرجع لنفس الطريق، لانه بعد 30 40 50 سنة بيظلوا خايف من هذا الموقف. فعلمه من صغر انه يرجع للبداية بعد موقف إحباط بكون مرق فيه، مرق بإحباط بهذا الموقف، رجعوا عليه مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة عبين ما يتخلص منه، لأنه بظل عنده عقدة بالحياة لحد ما يكبر. تمام؟ فهذه المزايا راح تطور الصحة الإجمالية. شو ممكن السؤال يجي بطريقة ثانية؟ طبعا هذا من عند If we teach للآخر، هذا السؤال جواب سؤال 10. تمام؟ ممكن يجي يحكي لك بدل qualities اللي حطيت تحت خط، اعطيني suggestions، اقتراحات، تعطيه نفسهم، اعطيني advice، نصائح، اعطيني solutions، حلول، اعطيني your opinion، رأيك. خلي رأيك يا سيدي العزيز نفس رأي العلماء، وانت بدك تشذ عن رأي العلماء ومن نفسهم مش ملاقيين حل. اوكي، وهذا بيكون جواب سؤال 10. او اذا بتحب زي ما حكيت لك ارجع اعكس النقاط هاي، خليهم avoid. avoid معناها يبعد، يبعد عنه ويتجنب، يتجنب التدخين وقلة التمرين، يصير يمارس رياضة. طالب بيقول لي بدي أخذ نفس هذا الجواب، يصير في تواصل بين العائلة والأصدقاء ونظرته تكون متفائلة للحياة ويركز على مهمة ما ويكون عنده موقف إيجابي بعمر السابعة، بقول لك صح. فإذا الرأيين أوكي، بتقدر تعتبرهم اقتراحات إنه كيف الواحد يكمل حياته سعيد وبصحة. هيك بتكون خلصت القطعة أوكي، وجاوبت لك أنا الأسئلة عليها. بس إذا بتحب أمر لك عليهم بشكل سريع، لأنه سؤال واحد في خطأ طباعة، بدل بدي حط كلر، بدي إيديومز مطلوبين فصل ثاني. السؤال الأول، write down two examples of color idioms used to express emotions، مثالين على مصطلحات ألوان بتعبر عن عواطف emotions، جاوبناها بموقعها اللي هي فقرة واحد، جاوبناها بسطر واحد وبداية سطر ثلاث، ارجع عليهم بتلاقي الجواب. سؤال اثنين، write down the sentence which indicates that، اكتب الجملة التي تدل على انه scientists are still not sure، العلماء غير متأكدين انه يوجد لينك، رابط بين المشاعر الإيجابية والgood health والصحة الجيدة، جاوبناها بالفقرة الأولى اللي هي سطر خمسة وستة. اوكي، سؤال ثلاث، what are the possible effects of anger، اللي هي الآثار المحتملة للغضب وعلى شخص، على صحة شخص، الغضب والتوتر أو seeing red، قلنا آثارها، جاوبناها بالفقرة الأولى، كانت سطر ثلاث ونص أربعة. سؤال أربعة، write down the factors which influence our health، العوامل التي تؤثر على صحتنا، جاوبناها اللي هي فقرة اثنين سطر ثلاثة وأربعة. سؤال خمسة، call the sentence which talks about، اقتبس الجملة اللي بتحكي عن A، the number of people who were involved in the study، عدد الناس اللي كانوا مشمولين في الدراسة، و B the age of people، عمر الناس، و C the period أو duration أو length of the time of study، أو طول الفترة الزمنية. قلنا سؤال خمسة A موجود بفقرة ثلاث، عفوا بفقرة اثنين سطر واحد وبداية سطر اثنين، موجود سؤال خمسة كامل A و B و C، ارجع للشرح حددناه. سؤال ستة، what are the two types or groups of children who were in better health after 30 years of the study، نوعين الأطفال أو الأطفال children بشكل عام، الأطفال اللي حكى عنهم أنهم كانوا بصحة أفضل بعد 30 عام، قلنا إنها موجودة بفقرة ثلاث أصلا من عند children لعند at age 7. سؤال سبعة، write down two examples of bad lifestyle choices، مثالين على خيارات حياتنا السيئة، كمان قلنا موجودة بفقرة أربعة
سطر 2 من بدايته. سؤال 8: What is controversial or disputed or disagreed upon about the researcher's study؟ شو اللي كان في جدل حول دراسة الباحثين؟ قلنا جدلي كان بفقرة 4 من بداية من سطر 1 و2 وبداية سطر 3 لعند attitude. اوكي. طيب سؤال 9: What are the two arguments؟ نقطتين الجدل اللي هم اصلا التو كويستشنز قصدوا عنهم، اللي هو فقرة 4 آخر سطرين اللي هم السؤالين. طالب يقول أستاذ في تشابه بين سؤال 8 و9. في تشابه، يعني بزبط جوابهم على فكرة، يعني ممكن 8 و9 أدمجهم بسؤال واحد يكون استنتاجي، لأنه الأرجيومنتس يعني بيكون في شغلة كنترفيرشل جدلية. أوكي، بس إذا جاب لك دعدار وقص الفقرة وجاب لك السؤالين فاعرف أنهم هم تو أرجيومنتس كمان. سؤال 10: منشن يعني اذكر two of the qualities that will improve our children's overall health in the future. الميزات راح تحسن صحة الأطفال عندنا مستقبلا. الفقرة الأخيرة اللي نهاية سطر 2 زائد سطر 3 و4 للآخر يعني. سؤال 11 أنا حاطه من عندي: quote a sentence which expresses opinion. اقتبس جملة تعبر عن رأي، أي جملة فيها think أو believe زي هاي. تعطي الجملة كاملة لحد ما تخلص، أي جملة فيها think أو believe. وفي عندك بالفقرة الرابعة كمان هاي هون: some health professionals believe. ضلك للآخر، أي جملة فيها think أو believe، لأنها قطعة عن آراء على فكرة. طيب أجي لك للمعاني وارجع لك للcritical thinking. bounce back يتخطى عائق، يعني to start to be successful again. feel blue يشعر بالحزن، feel sad. focus on يركز على، direct attention at something. optimistic يعني متفائل، believing that good things will happen in the future. أصلا ما فيها وهي واضحة. raise يطرح سؤال، bring up a problem أو bring up بتكتب بعدها a question، اثنيناتهم صح. raise bring up لحالها صح كمان، لأنه أصلا raise bring up. سيرد يغضب، be angry. set back عائق أو مشكلة. A problem that stops progress، أي مشكلة بتوقف تقدمك أو بتعيق تقدمك. تمام؟ أوكي، نيجي للcritical thinking. خلي سؤال واحد شوي. سؤال 2: What is your opinion of the researcher's findings؟ ما هو رأيك بنتائج الباحثين؟ شو قصده؟ قصده نتائج الباحثين هيو، انه بيقول لك على 6000 رجل وامرأة عمرهم بين كذا وكذا لمدة 20 عام وجدوا انه الإيجابية قللت خطر أمراض القلب، وفي عوامل أخرى من ضمنها كذا وكذا، وفي الأطفال انه كانوا أكثر قدرة على التركيز على مهمة ما وكان لديهم كذا وكذا وكذا. طيب ما قال لك شو الفايندينجز النتائج، أوكي، قال لك شو رأيك بالنتائج. تمام؟ طيب انت احكي لي شو رأيك بالنتائج. تقدر تستخلص وتحكي له نفس الفقرة اللي حكيناها بالفقرة الأخيرة؟ تقدر. تقدر تعرض جزء من النتائج بعدين تكمل له هاي؟ بتقدر. تمام؟ اللي هو أصلاً نفس سؤال، نفس جواب سؤال 10. أوكي؟ هذا هو رأيك. ما قال لك شو الفايندينجز يلي بتذكره بالفايندينجز بالريزلتس بالنتائج. قال لك شو رأيك بالنتائج. فخلي رأيك زي رأي الكتاب، سواء رأيك مع الرأي الأول ولا رأيك مع اللي عارضه، هذا الرأي بدمج إنه حل الاثنين. أوكي؟ طيب نيجي لسؤال 3، question number 3. some health professionals believe that، بعض الخبراء الصحة يعتقدون إنه bad lifestyle choices، إنه أنماط حياتنا السيئة هي reason for heart disease and other illnesses، هي سبب أمراض القلب وأمراض أخرى. And not an individual's attitude، وليس موقف فردي. Give examples of individual's attitude، اعطيني أمثلة على individual's attitudes، على مواقف فردية. ما احنا قلنا الأمثلة على المواقف الفردية اللي هي أمثلة الchildren، أوكي، والنظرة المتفائلة للحياة اللي كان عندهم نظرة متفائلة. قلنا بفقرة 2 سطر 3 و4 بزبط، وفقرة 3 كاملة بتزبط. هاي أمثلة على مواقف فردية. أوكي، طيب برجع لك لسؤال 1. Are
happier people, healthier. هل بعد حطيت لك عنوان القطعة، هل السعداء أصحاء؟ وإذا نعم لماذا؟ ممكن أنت تحكي لي هذا الحكي، ممكن تجاوبني إياه، هل السعداء أصحاء؟ طيب واحد بيقول لي بعد ما بعد اللي حكيناه يعني مش شرط. ماشي أنا معك مش شرط، بس المنطق بيقول إذا أنت كنت مبسوط كثير بحياتك، تمام، إذا أنت كنت مبسوط كثير بحياتك بتروح تتخذ قرارات خاطئة وسلبية وتدمر حياتك؟ بصراحة بتكون غبي أنت. بس إذا أنت كنت إنسان حزين بالحياة وقرفان كل حياتك، ممكن بأي لحظة تعمل إشي غلط. فإذا الشعور العام والوضع الطبيعي بقول لك إنه السعداء أصحاء. شو السبب؟ السبب إنه لأنه سعيد بيبعد عن الخيارات الخاطئة بالحياة، فهذا الحكي بيؤدي إنه بتكون صحته أفضل. فممكن تقول مثلا I think yes أو I think that's true that's right اللي بدك إياها. طب ليش؟ because لأنه بتطولها من السؤال happier people، لأنه الناس المبسوطين would ها طلع كيف تطولها من القطعة would avoid سيتجنبون سيتجنبون ايش؟ وارجع القطعة تفضل اسرق من القطعة مين ماسكك؟ سيتجنبون bad lifestyle choices such as smoking or lack of exercise. اوكي تمام، ممكن تكتب هاي تحسب صح طبعا زائد خلاص هي اشرت لك عليها بالقطعة ما في داعي ان اكتبها اعيدها مرة ثانية تمام. مثلا بدل avoid would do exercise راح يمارسون رياضة. اوكي مثلا take up sport راح انه يتخذوا رياضة يمارسوها. would make friends راح يكونوا صداقات واصدقاء، فهذا الحكي بيأثر على صحتهم طبعا بيأثر على صحتهم. تمام هيك بتكون انتهت القطعة صفحة 17 و18 والله يعطيكم العافية.